تشتري لابتوب ولا تجيب ماشين؟ في الفيديو ده انا هعرفك انت امتى تشتري لابتوب وامتى تجيب ماشين بجد. طبعا اول ميزه من مميزات اللابتوب ان هو لابتوب بورتابل، تعرف تتنقل بيه، تروح بيه الجامعه بتاعتك، تخلص شغلك على القهوه، تظبط الدنيا كلها. بس في مشكله حقيقيه في اللابتوب، كارت الشاشه اللي في اللابتوب اللي اسمه RTX 3050 مش هو هو نفس الكارت اللي في الكمبيوتر اللي اسمه RTX برضه 3050. ده حاجه وده حاجه تانيه. عندك مشكله كبيره هتواجهها هي في درجات الحراره، لو انت مونتير هترندر في اللابتوب الموضوع مش هيبقى ادمي قوي معاك، لازم تشتري حاجه غاليه جدا علشان تصعد معاك الدنيا بشكل كويس. وفي غلاء الاسعار اللي احنا فيه ده الموضوع ما بيبقاش لطيف. لو انت مضطر تجيب لابتوب علشان تتنقل بيه وانت مونتير لازم تجيب لابتوب. تعالى بقى نشوف مميزات البي سي مع بعض الكتير جدا. معاك باور سبلاي 550 وات مثلا وكارت الشاشه بتاعك كان جي تي اكس 1650 وعايز تعمل ابجريد لكارت الشاشه تخليه مثلا ار تي اكس 3090 تي اي، انت مش هترمي الكمبيوتر كله وتجيب كمبيوتر جديد. كل اللي انت هتعمله انك ترمي الباور سبلاي وتجيب باور سبلاي جديد. نفس الموضوع برضو في المذر بورد، انت لو انت عندك بروسيسور وليكن مثلا رايزن 5 5600 اكس وكنت جايبه على اساس ان انت هتعمل ابجريد في المستقبل لبروسيسور اقوى شويه علشان انت مونتير او جيمر او بتشتغل عادي على الكمبيوتر وورد واكسل، هتشيل البروسيسور القديم بكل بساطه وتركب البروسيسور الجديد بدون اي مشاكل، الدنيا معاك بتبقى تمام جدا. خلاصه الموضوع كله بقى اللي هو لو انت مضطر انك تتنقل باللابتوب فانت لازم تجيب لابتوب وما قدامكش ان انت تشتري بي سي. وفي نفس الوقت لو انت بتشتغل من بيتك سواء انت فيديو اديتور سواء انت جيمر سواء انت كونتنت كرييتور وشغلك كله من البيت بتاعك انت محتاج البي سي، لان هو باختصار شديد هيديك افضل اداء بالسعر اللي انت شاريه عكس اللابتوب تماما. انت لازم تقرر وتشوف انت محتاج تشتري ايه علشان تعرف تشتري. انا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر ودول تيم نوافذ.